بسم الله الرحمن الرحيم. اللارنس ككافيتي احد الكافيتيز اللي في الهيد والنك ناخذهم كمراجعه اولا. ثاني شيء مش ندرو به شيء الكليه مع بعضنا. اللارنس عارفين كويس انه هو عباره عن حاجه نتنفسوا بها وحاجه نتكلموا بها، لان داخل اللارنس موجود الفوكال كورد، صح ولا لا؟ وبما انه موجود الفوكال كورد معناته الصوت كله المفروض انه هو يبدا من اللارنس. فاللارنكس هو يسمى فيه حتى ميوزك بوكس، لان هذا بتاع الصوت. لاركس هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن مجموعة كارترج، وزي ما أخذنا طبعا مراجعة سريعة اللي أخذناه، فيه إبلوكس، هذا كارترج من نوع الإلاستيك الوحيد، باقي كلها هي لاين. يعني بدليل الإلاستيك ليش؟ إنه باش حتى مع مرور العمر ما يقعدش كاتسي فايت، إنه هو مهم جدا في الحركة، من هو ده؟ إبلوكس، في حاجة اسمها ثيرويد كارترج، وفي حاجة اسمها كليكويد كارترج، وده من ثلاثة سنجل كارترج. عظمة الهيرويد ماهيش بارت من اللاركس بروحها، لكن عموما مربوط فيها اللاركس. ان عظمة الهيرويد مربوطة بالثيرويد كارترج بحاجة اسمها ثايرو هيرويد ميمبرين، وعظمة الكريكويد مربوطة بالثيرويد بحاجة اسمها كريكو ثايرويد ميمبرين، وعظمة الكارترج بتاع الكريكويد مربوط بالتراكي بحاجة اسمها كريكو تراكي. اذا كريكو تراكي من يربط كريكويد بأول رين بتاع التراكي، كريكو ثايرويد من يربط كريكويد مع ثايرويد، ثايرو هيرويد رابط ثايرويد مع ممتاز. الثايرو هيرويد هذا فيه فتحة اسمها ثايرو هيرويد فورامين، هيا يمر فيها نيرف اسمه انترنال لارنجيال نيرف، ويمر فيها ارتري اسمه سوبيريور لارنجيال شنو ارتري. هذا لاركس ككارترج يبقى فيه ثلاثة كارترج اللي هم ابيبلوكس وثايرويد وشن تاني كريكويد. لو قلبنا من خلف حتشوفها، هذا من خلف، هذا الابيبلوتوس ليفلت لايك زي الورقة بالضبط، او ليف لايك زي الورقة. اما الثيرويد كارترج هو عنده سوبيريور هورن وعنده انفيريور هورن، هذا كله اسمه لامينا، في خط اسمه اوبليك لاين اللي تجيه مصر اسمها ستيم للثيرويد، طبعا مصر اسمها ثايرو هيرويد، في هذا اسمها لارنجيال نوتش او ثيرويد نوتش، هي نوتش هذه. وعظمة الكريكويد او كارترج كريكويد هو الكارترج الوحيد اللي كومبليت، عرفتوا سيركل عرفتوا؟ هنشوفه من هنا قبل. هذا المصر اللي خل حوله هذا منه سيركل في المصر ماشي ده، هذا المصر اللي بدك تحولهم هذه منهم سيركل في المصر تخش، هذه منهم اومو هايويد. على فكره اومو هايويد وستيرنو هايويد هذا مزوز، ستيرنو ثايرويد وثايرو هايويد هذا كلهم عبارة عن انفرا هايويد، مصر شديد هايويد ملطف نزل في الهايويد، خدناهم من جديد هذا منهم ستيرنو مستويد، ما هيش انفرا هايويد بروح منهم انفرا هايويد، يلا اومو هايويد وستيرنو هايويد شو الثاني؟ ستيرنو ثايرويد وثايرو وثايرو هايويد، شوف فيها هي خط اسمه بليك لاين، هذا اللارنكس شفتوا؟ هذيك من التركي حولها، هذا لارنكس، هذا شو اسم الكارترج؟ ثايرويد كارترج، وهذا كريكويد كارترج، ممتاز، ثايرويد كريكويد، لا شو ناقصنا؟ ايبيجلوس، شو اسمه الممبرين هذا؟ ثايرو هيويد ممبرين، يبقى هذا كريكو ثايرويد ممبرين، برافو عليك. شفت اللارنكس هو موجود؟ بصفة عامة اللارنكس يقابل لك الفرتبري أرقام 4 و5 و6، شايف؟ 4 و5 و6 يقابلها منك. دات لي كريكويد اهو يقابل 6، الكريكويد يقابل 6، نعرفين هايويد يقابل رقم 1، صفاك تقريبا رقم 1 ماشي؟ اذا الكريكويد ما يقابل 6، ممتاز. بحث حلو في المصر توا، هذا لارنج، شفت لارنج شنو وراه؟ وراه حاجه اسمها لارنج فارنس، تريك شفت شنو وراه؟ وراه حاجه اسمها اوسوفيكس، خلاص اكيد، تبقى هذه فكره اللارنج. لو رجعنا وتكلمنا وين يفتح ما يفتحش، نحاول بس نشوف الحياة هذه كلها ترى. المصل هذه مايلو منو؟ مايلو هايويد، هي والجينيو هايويد جوز ما عاملين فلور للماونت. ماشي بدات مايلو هايويد اليوم. حولناها العظمة هذه عظمة هايويد ماشي. هذه من هايويد للطنك سموها هاي بروسس، معلش مش وقت تو لكنها اخذناها في الطريق بس. هذا منه من الفارنكس، هذا الفارنكس هذا كله هذا منه نحوله لورا. شفتوا تو اللارنكس كيف شايف؟ فاتح برا هنا في الخلف، فاتح في
لارنجي فارنس أو أورو فارنس أو هايبو فارنس. هذا من؟ من ليش اسمه؟ ثايروهايد. عشان تحوله شايف؟ لما بتحول هواء هذا من هذا؟ أيوه شفتوا؟ الإيبي بلوتس هوا الإيبي بلوتس هوا الإيبي بلوتس شايف في الهايويد حاجة اسمها هايو إيبي بلوتس ليجانت هوا إيش اسمه؟ هايو إيبي بلوتس شنو؟ ليجانت تخرج منه حوله وعلى جعله كنه بارت لارك شنو هو؟ لارنس هوا قدامك هوا لارنس عبارة عن كارترج يسمى إيبي بلوتس والكارترج الثاني يسمى ثيرويد كارترج والكارترج الثالث يسمى كريتويد ماشي ثلاثة هما معهم كارترج ثلاثة مخلف في مجموعة نصل أصلا تعريف اللارنكس هو عبارة عن مجموعة كارترج مربوطين مع بعضهم بليجند ممبرين ويحركهم مجموعة نصل ويبطلهم مجموعة شنو ميركس ممبرينز باي وات أذر كارترج وي هاف شايفين عندنا أرايتينويد كارترج وعندي كورنيكيليت وحاجة تانية اسمها فينيفورم عرفتوا هذا الجنب هذه عظمة هذه كارترج هو ثايرويد الكارترج هذا كريكويد كريكويد ذا اونلي كومبليت كارترج يدير دور كامل شكله زي الخاتم بالضبط من ورا خلنا نشوف اوريكم بس الشكل الثاني للكريكويد اوريكم بروحه شوفوا هذا منو الكارترج هذا ثايرويد كارترج شفت شكله زي حرف الفي هيك قدام زي حرف الفي من ورا ثايرويد في سيبير هورن و في هورن ولامنا في اوبليك لاين وفي نوتشيك اما زي ورد من ولا ايبي بلس اما هذا من هذا كريكويد الوحيد اللي كومبليت سيركل شكله زي السجن زي الخاتم بالضبط شفتوه بحث من الخلف وي هاف شويه بس خليكم معي عندي ارايتونويد كارترج اهو الكارترج هو اسمه ارايتونويد شات فيه الفوكال كورد شات فيه الفوكال كورد غير ارايتونويد هو عندي كورنيكيليت وبعدين في الفولد هو في واحد اسمه كينيفورم الثلاثة منهم أرايتينويد كينيفورم كورنيكيليت الثلاثة هما مع بعضهم يعتبروا بير كارترج كمين اليمين ويصاروا الثلاثة الأولاد يعتبروا سينجل كارترج وين الممبرين اللي وعدتني بهم اللي تملكهم في اللارنكس هذا الممبرين اسمه شنو؟ ثيرويد مع الهيويد يفكونا منه هذا منه؟ ثيرويد حلو جدا شوف من داخل هنا هو هذا شو اسمه كريكويد هذا شو اسمه الكريكوثيرويد ميمبرين من فوق هو اللي فوكال ليجند معليش توا نوريكم بس حاجه رسم هيكل في اللارنكس برضو يطلعوها من نعمل بس دي هذا لما اخذنا اللارنكس شوفوا معي اللارنكس من داخل شوفوا بدايته بالضبط هي بدايه اللارنكس شو سميناها فيستيبيول وراها فولد اسمه فيستيبولار فولد ثم فراغ يسمى فنتركل ثم فوكال كورد اي حاجه فوق الفوكال كورد شو تعتبر سوبراغلوتيك بتحتها انفراغلوتيك الفوكال والفوكال بينهم فراغ شنو اسمه ريما جلوتود جلوتيدس او جلوتس حتى جلوتس وبين الفيستيبولار فيستيبولار في ريما فيستيبولاي فتحه اللارنكس فوق اسمها لارنجيال انلت لارنجيال شنو انلت جلوتس فتح في مستوى السته شنو ولا تريكيا ولا لارنكس يولي تريكيا في تسمية تانية مرات شنو يقول لك المنطقة هذه كلها هي احنا نسميها فنتركل يسمى فيها ترانس بلوتيك ترانس بلوتيك بشتري فوق منها سوبر بلوتيك تحملها انفرا بلوتيك ماشي بعدين بالنسبة لنا اهم شيء نيرف سبلاي فيجاس نيرف عطيك سيبيريور لارنجيال اما اللوت عطيك فيور لارنجيال شنو اسمه ريكارد ريكارد بيغذي كل المصل الا كريكوثيرويد من غداها اكسترن لارنجيال ريكارد يغذي الميكوزا اللي تحت الفوكال كورد وانتير لارنج يغذي الميكوزا اللي فوق الفوكال كورد الكلام كله واخدينه فوق الفوكال كورد والفوكال كورد يمشي الابر ديب سيرفايكال ليف نود تحت منه يمشي الاور ديب سيرفايكال ليف نود هذا فيات في الاولى فنتركل في فيستيبيول في الثانيه فيستيبيولار فول في الثالثه فنتركل وفي الرابعه فوكال كورد هذه قصه اللاركس لو شفتوه بزياده هيك لو شفتوه معي هتلاقوا هي شوفوا هو لارنج شفتوا هذا الايبي بلوتس هذه عظمه الهيويد مش هذه عظمه المندبل مش بعد المندبل هيويد بين المندبل والهيويد مايلو هيويد هي مايلو هيويد هي كور الفلور اهو هذه هي لطيفه ما هي الهيويد ولا هذا موضوع جيني جيني بلوتس جيني هيويد الهيويد مع الايبي بلوتس هايو ايبي بلوتس هو ليجم اللي بكتب هذا منهم ايبي بلوتس وهذا منهم ثيرويد هذا وهذا نفس بعضهم هذا منهم
كريكويد وده مظهر زي الشعر بالضبط زي اللبس. هذا الفي لولا فيستيبيول وفوقها فيستيبيول هذا فيستيبيولر فولد هذا فينتريكل وهذا فوكال كورد يبقى هذا منطقة اسمها انفرا جلوتيك ونفنصه سي 6 بالضبط شنو وليت تريكي. هذه معلوماتنا عن اللارنكس وشوفوا شو تقول لي شو مكتوب كانت في حاجة زايدة نزيد نضغط مع بعضنا ماشي. احنا تو في الشيت الثالث ماشي في الكلية في الشيت الثالث في حاجتين في نادي الكابتن اللي اخذناها وفي اللارنكس اللي اخذناها تو ماشي. هذا اللارنكس كاتب عنا function هو responsible for voice production يطلع في الصوت protective sphincter at inlet of the air passage ما يخليش حاجة تخش اللارنكس على طريق الابيجلوتس تسكر وما يفتح لوكيشن موجود في مستوى سي 4 و5 و6 ونهاية الكريكويد مستوى سي 6 ولا يفتح وين؟ يفتح فوق في اللارنجيال بارت اوف ذا فارنكس يعني لارنجيو فارنكس ولوطه يستمر شنو يولي؟ بريكيا تمام تمام. شو كاتب عنا كاستراكشر عبارة عن في كارترج في منهم سنجل زي منهم الثيرويد خلينا نتكلم عن الثيرويد قال لك لارجست اكبر واحد فيهم يتكون من تو لامينا اوف هيلاين كارترج ولا الاستيك هيلاين يتلاقوا في الميد لاين في شكل حرف في بوستيريور بوردر بتاعها تمتد فوق تولي سبير هورن لو تولي قال سبير هورن هذه سبير هورن تمام. The outer surface لكل لامينا عند لاين اسمه وبليك لاين يطلع منها المصل او نشوف فيه ستيرو ثيرويد تطلع منها ثيرو هيلاين. اما الكوتش كاتب عنها هيلاين كارترج برضه الشيب بتاعها سيجنت رينج زي شنو؟ زي الخاتم عند برود طبعا خلينا نشوفها دبل بس مش مباشر نشوف في حاجه هيك خلاص. شايفين الكركويد اللي قدام صغير هو الكركويد اللي قدام صغير من خلف كبير شفتوه شو قال لك عنه ترى؟ عنده كركويد قال لك هو برود بليد بيهايند من خلف واسع وشالو ارش ان فرونت اتلاينز بلو ثيرويد كارتج تحت الثيرويد طبعا عنده فاسيت فور ارتفيشن بتاع الانفير هورن خلينا نشوفوها شفتوا هذا من هذا ثيرويد اللي عنده سبير هورن عنده خلاص الانفير هورن عاد هي ارتكليت مع مني مع الكريكويد ففي فاسد في الكريكويد فور انفيريور هورن ماشي الاوتر سيرفيس لا اوكي قال لك اللي هي انفير هورن اند فاسد فور ارتكليشن مع الالكترونيك كارترج في الابر بوردر بتاعها شفتوا عند هذه الالكترونيك ولا يحول مصر شفتوا يبقى عندها هو من هذا كريكويد عند فاسد مع ارايتونويد وعند فاسد مع انفيريور هورن. اما الايبيجلوتس فهو ليف شيب لامينا زي الورقه ونوعه الاستيك روت باك الوحيد اللي الاستيك موجود بيهايند روت اوف ذا تانج ستوك اوف ذا ليف الستوك بتاع الليف هاي شوفها هذا هو اللي خلحوا المسلات شوف معي عنده هو ورقة ولا زي الورقة الورقة هذه هي الورقة هذه اللي بدايتها هو شاد في التيرد من خلف شفتوا شاد في التيرد من ذاك بتاع الثيرد شفتوا هو من خلف شنو قال لك الستوك بتاع الليف بتاع الورقة هذا شاد في الباك بتاع منهم الثيرد والجوانب بتاعها شادت في الفولد اسمه اراي ايبيجلوتس خلينا نوريكم شوفوا هذا بالضبط فوق طلع شات في الثيرويد ولا وهذا اف فولد هو هذا فولد وهذا فولد مع الارايتونويد شفنا ارايو ايبيجلوتيك يبقى الايبيجلوتيك شاد في الارايو ايبيجلوتيك فولد في الارايتونويد شاد في الباك بتاع الثيرويد بس قال لك ال في جلوس ايبيجلوتيك فولد مع التانك يعني ما بتروح مع التانك بالميديان جلوس ايبيجلوتيك اللي هو يمشي بالسيرفر سيرفس بتاع التانك لاتر الباسل تو ذا وول اوف فارنكس اند لاتر اوف ذا وول من هم السنجل توا ثيرويد والبلوتس وهايرويد كريكويد اما البير من هما ارايتونويد كوربيكيليت كينفورد ارايتونويد تو سمول بيراميد شكلهم زي الهرم لوكيتد في الباك بتاع اللارنكس الايبكس ابوف هنشوفوهم شفتوا هذا الارايتونويد الارايتونويد شوفوا معي هذا الايبكس بتاعه فوق بتاع الهرم والبيز لوطة ولا شاد في الكويد القدام عنده فوكال بروسيس هي شاد فيها منهم فوكال كويد كاتب عنا الابكس اباف ارتكليت مع الكورنيكليت البيز بلو ارتكليت مع منهم كويد
it has vocal roots قدام تمشي forward بس تعطي attachment منه vocal cord أو vocal ligament. The muscular process that project laterally and give attachment to the posterior and lateral cricothyroid nerve. نشوف تفصيلها بالضبط هيك من هذا الكابريش. Alright تمام. شو قالك عليه شوفها؟ قالك عنده معلش خلينا نشوف كيف تبان نحولها باش تبان التفاصيل كلها. تمام هذا من هذا؟ Alright تمام. قالك عنده فوق هو فوق ابس شادة في منه كورنيكيليت عنده بيز دوت شو متشدة مع كريكويد ولا قدام عنده فوكال بروسس شادة في الفوكال كورد ولا ولاترال هي عنده ماسكولار بروسس شادة في المسل زي هي اسمها لاترال وهي اسمها بوستيريور كريكو اريكيليت يبقى هيك دوا تفاصيل عن منه عظمت او كارتج منه هذا ايتويد عنده فوق شنو ابس مع كورنيكيليت دوت عنده بيز مع كريكويد قدام عنده فوكال بروسس مع فوكال ليجمنت واللاترال عنده ماسكولار بروسس مع مجموعه مصل اللي هم ذكرهم تو اللاترال والبوستيريور كريكويد. اما الكورنيكيليت فهو عباره عن تو سمول كونيكال ان شيب احفظ اشكالهم من شكلها في شيب قدام داير عند الثيرويد ولا من شكلها ليف لايك سيجمنت لايك كريكويد بشكلها بيراميدال ارايتونويد بشكلها كونيكال كورنيكيليت ارتكيت مع الارتكيت كارترج اند جيتس اتاتشمنت تو ذا ارايل فولج ما بكري كينيفورم هو عباره عن تيني اند تيني زي صغير بكل موجود في الارايل بنوت فولج زي بنوت بكري they are ان امبورتنت مش مهم بكري كم كارتر 6 3 منهم سنجل 3 بيرو الممبرين والليجام خلينا نرجع لشيتنا اللي فاهمين فيه كل شيء ان شاء الله شوفوا لما ناخذوا الخدمه الابيدوكس هو لارنكس شفنا اللي ثايرو ثايرويد هذا كريكو ثايرويد هذا كريكو تريكيال وفي كوادرنت لجم المذاكره المنتقل للمذاكره هنشوف شو بتاعت الممبرينز في ثايرو هايويد ممبرين اللي يربط ما بين ابر مارجن اوف ثايرويد مع الهايويد مختلق على كل جهه بالسبيرو لارنجيال شو الثاني انتر لارنجيال نير اما ثايرو هايويد من اسمه ثيكد ميديال ثايرو هايويد لجمنت ما هو وفي ثايرو هايويد شنو؟ ممبرين ثايرو هايويد ليجمنت الليجمنت شنو هو؟ تكنت ميديال بارت المثكي واللي طاير بتاع الهيموبين ميديال انتير اند لاترال بيصير شوف كيف هو هذا من هذا ترى هاي البارت تكنت بارت منه يور ليجمنت اسمه كممبرين شنو اسمه هو صاير هاي هاي كليجمنت ترى هاي الليجمنت زي ما حشيته كريكو تريكل من اسمها بين كريكويد او الرينج من منه من تريكيا بعد كريكو ثيرويد من اسمها بين كريكويد والثيرويد هذا موجودات هما هذا كريكو ثايرويد هذا منهم كريكو تريكيال وهذا منهم ثايرو هايد هذا الممبرين اللي يملكهم لكن في حاجه تقول لحالكم قبل لو شفتوا السيركس اللي راسمين احنا من داخل بتاع اللارنكس هو بس شفت من فوق هذا ثايرويد هذا من داخل الابيبوكس هذا كريكويد من خلف واسع هذا منه ارايتونويد ولا شايفين في حاجه اسمها كريكو ثايرويد الابر بار تكنت بيولي فوكال ليجمنت وفي حاجه اسمها كوادرت مش ذكرها من برين كوادرت من برين وفوق يولي ارايو ابيبوتيك فولد اللوطه يولي فيستيبيول من برين بين فيستيبيول فيستيبيول بالفيو اللي في شمالها فينتركل ولا ايش قال ترى؟ قال لك كيف ثيرد من ليجمنت اتاش ذا ابر بار بتاع الكوال كارترج اند فري ابر مارجن كومبليتلي الاستيك وشاده في الثيرد كارترج انتيريور شاده طبعا ايش؟ اند فوكال بروسس او ثيرد كارترج يكون حاجه اسمها فوكال شنو؟ لكن كوتش فورم زي فيديو فوكال فورم اوكي خلاص. لارنجيال فولد شو عندك من فولدات؟ عندك ارايو ايبيكروتيك فولد اللي قلنا عليه وفي عندنا فوكال فولدز. الفوكال ليجمنت هو الابر مارجن اوف كريكو ثيرمي زي ما قلت توا وذ اتس ميوكس ممبرين الاطياف طبعا. شكل الفوكال كورد بيكون وايد ابيض افاسكولار بيكون شنو؟ موبايل على فكره اللارنكس كله مبطل بالسبيرتري ميثيليوم لكن الفوكال مبطل ب سكويرز خلينا سكويرز كونسيرند وذ فويس برودكشن طبعا يقعد ما بين الزوز فوكال شو اسمها ريما جلوتيدس وهو النارلس بارت اوف ذا لارنكس هو ريما جلوتيدس هو الفكره هو الفراغ اللي بين زوز فوكال اسمه ريما شنو جلوتس وهو اضيق مكان في اللارنكس عرفتوا بعدين هو 2.5 سنتي فروم فرونت تو باك من قدام للخلف كم سنتي 2.5 سنتي في الميل اضلت واقل في الفيميل ماشي ليش نكتب عاد
بيتكلم عن الفستيبولار فولد. تعرفوا الفستيبولار فولد؟ ذلك هو عبارة عن الفستيبولار ليجمنت كفرد باي ميوكس جاي على كل جهة من اللارنكس فيكسد يكون ما يتحركش. وفاسكولار وبينك تو مقارنة بمنه بالفوكل. الفوكل شن كان؟ وايد هذا بينك لكن كان افاسكولار هذا فاسكولار هذا كان موبايل هذا مش موبايل. قلة بتاع اللارنكس اتجاهها باكورد أبورد باتجاه اللارنجي فالكس ولا الباوندرز. خلينا نشوف الباوندرز بتاعتنا هنا ترى شو حدودك في القلة هذا القلة هو قدامك منهم إبيغلوتس خلف الزوز رايتينويد. خلينا نشوف كل شيء هنا شوفوا من قدام إبيغلوتس خلف الزوز رايتينويد بينها مصر اسمها ترانسفيرس رايتينويد بعدين قدامك وخلفك في القلة على كل شيء في فوق شو اسمه رايت بلوتس. على فكرة في تحس في فراغ هنا ولا فراغ اللي على اليمين وعلى اليسار اسمه باير فورمس بس شو اسمه؟ وهذا مهم كلينيكلي ما تحصل في حاجة حسك بتاعت البورم بتاع الفش كل شيء بس في يبقى هذا إنلت تخش منها شو اسمها؟ لارنجيال إنلت قدامها البيجلوتس وراها رايتينويد على كل جهة رايت بلوتس لكن في كل جهة من اللاركس في فص اسمها باير فورمس شنو؟ فص خلنا نشوف شو كاتب عنها الباوندرز قدامك البيجلوتس لاتر ليج أرايا بيجلوتس تغطي الميوكوس ممبرين بصير ليج رايتينويد مع كورنيكيوليت على كل جهة منهم ديرز ريسس اسمها باري فورمس فصة. هذا كيف بتاع شفتوا هذه القلة وهذه هذا شو اسمها باري فورمس فصة زي ما اخذتوا هذه الفي الأولى وهذا الفنتركل وهذا الفي التالية بين الفي والفي شو اسمها فيستيبيولار ريما بلوتس وهذا بزوز ريما فيستيبيولار. شو بتكلم توا كيف بتاع الأركس كيف بتاع الأركس امتد من القلة لحد الأول برضه بتاع منهم ريكويل ونستمر شنو يولي بعدين تريكل في حاسمة صبرة بلوتك سبيس اللي هو نفسه فيستيبيول ما بين القلة والفيستيبيولار بعدين في ترانس بلوتك ولا اللي ما بين في فيستيبيول ما بين فوكال في صب بلوت ما بين فوكال ولا أربعات بتعملهم ريكويل ماشي. بعدين شنو قال لك المصل زي الدلاركس هي المصل في اكسترنس وشو الثاني انترنس. تعال خلينا نراها كمان قبل ركز معي مليحة المصل في مصل زي هذه هي هذه اكسترنسك مصل جاية برا على فكرة كل المصل الدلاركس طلعات أورجن وإنسيرشن من الأركس نفسه لكن في اللي جاية تخلف برا زي هذه هاي اسمها كريكو منو كريكو تايرويد اللي الوحيدة سبلايد بالإكسترنال لارنجيال ما تبقى كلهم سبلايد باي. وعلى فكرة العضلة هذه فيها أوبليك وفيها ستريت بارت فيها أوبليك بارت وفيها ستريت بارت من يدي وهي العضلة الوحيدة اللي جاية من خارج تنحو الهضرة العضلة الوحيدة اللي برا باهي. بعدين عندك عضلات داخل وسع بالك معي العضلات اللي داخل بنسموهم حسب مكانهم شو واخدينهم لكن راجعوهم. هذه العضلة اسمها أوبليك أرايتينويد مشادة في الأرايتينويد طالما أوبليك في وحدة ترانسفيرس أرايتينويد في زوز أرايتينويد هم أوبليك ترانسفيرس شدوا عندهم في زوز إبيغلوتيك مش بكر قلنا في حاسنا أرايو إبيغلوتيك فوق ما هو تحت منا أرايو إبيغلوتيك شنو هي أرايو إبيغلوتيك مصل هي يبقى أول إبيغلوتيك مصل من هي أرايو إبيغلوتيك بيحولها في عندك مصل اسمها ثايرو إبيغلوتيك ثايرو يبقى في أرايو إبيغلوتيك وثايرو إبيغلوتيك كانوا واحدة واحدة اللي برا شو سميناها كريكو ثايرويد أما اللي داخل زوز رايتينويد منهم ترانسفيرس رايتينويد وبليك رايتينويد زوز إبيغلوتيك أرايو إبيغلوتيك وثايرو إبيغلوتيك. تعال خلينا نشوف حاجات تانية منهم هذه اسمها ثايرو أرايتينويد ثايرو شنو؟ حولها لما الثيرويد أعطاك ناقص الكريكويد يبقى كريكو أرايتينويد بس في واحدة اسمها لاترال وفي واحدة اسمها بوستيزر هما لاترال شو الثاني؟ آخر مصر في الفوكال كورد اسمها فوكاليس إيش اسمها؟ راجع معي زوز أرايتينويد منهم أوبليك وترانسفيرس زوز إبيغلوتيك أرايو إبيغلوتيك وثايرو إبيغلوتيك زوز كبار بالكارتوس الكبار ثايرو أرايتينويد وكريكو أرايتينويد لكن كريكو شو فيها؟ فيها واحدة لاترال واحدة بوستيريور شو ناقص سوى تعرف من يحرك الفوكال كورد كيف يحركوه؟ الفوكال كورد تشبح فيه يقرب ويبعد ادكشن و ادكشن ويدخل وينشط ريلاكسيشن وتنشن او تنشن يعني هذا الفوكال كورد كيف يتحرك؟ من يحرك فيه مجموعة طلاب خذ القاعدة رهيبة اللي جاية من فوق من الثيرويد ترخي
لجاي مناطق الكويت تشخط بدها تنشن بالكريكو حاجة كريكو ثيرويد كريكو أريتينويد بدهم شو يديروا تنشن يشحطوا أما ثيرو أريتينويد ثيرو شو يديروا يرخوا شنو ده ناقصك أدكشن وا معظمهم يديروا أدكشن ومين دي أدكشن مالا بي أدكشن بي بستيريو كريكو أريتينويد بستيريو كريكو ما إحنا أخذنا المصلات واحدة منها ما هي 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 اسمها بستيريو ولا البوستيريور بي شو تعمل؟ أبدكشن والباقي أبدكشن اللي تشمل اسمها كريكو اللوطة شو تدير؟ تشحط اللي تشمل اسمها تايرو ترخي وصلته هذا المصلحة ما بيبنى نسكر الـ ترى نسكر الـ كيف نبنى نسكرها؟ ها هذي من هذي؟ ترانسفيرس رايتونويتش هذي من نسكر الـ وهذي؟ أرايو؟ إبقلوتك برضو تسكر شنو؟ ليه الـ خلش أفشي كاتب وضعه في نوع من المصلحة يكسرنس لك الاكسترنسك مصل لا يحكي الاكسترنسك مصل اللي برا بطن العاد اللي البني تعرفوا ان الثيرويد في تحت منه مصل ما عنده ثيرويد ولا فبدون صبرة ثيرويد يحرك اللارنكس فالاكسترنسك مصل هم يحركوا اللارنكس كلارنكس كلها على بعضها up and down اثناء البلع هذين اسمهم الاكسترنسك مصل يحكي عليهم elevation عن طريق شنو صبرة هيويد مصل من هما digastric وستايلو هيويد مايلو هيويد وجيني هيويد شو اسمهم هذين صبرة هيويد ومصر الدفارنكس اللي هما ستايلو فارنجيس سالبينجو فارنجيس بلاتو فارنجيس هذا مصر الدفارنكس مع صبرة هيويد شنو يعملوا إليفيشن دبرش يديرها إنفرا هيويد من هما ستيرنو هيويد ستيرنو ثيرويد أمو هيويد هذا يحركوا في اللارنكس كله ما بفهمش اللي بيبي يحرك الفوكال كورد اللي حرك الفوكال كورد اللي حركوا الكارتج بتاع اللارنكس هذا ما وظيفته الاكسترنسك مصر يحرك اللارنكس ككل وفي اللي حرك الكارتج بتاع اللارنكس مع بعض زي كريكو ثيرويد اللي برا has straight and transverse part and tightens the vocal cord وش بدأت تتكلم كريكو ثيرويد مش مصل خارجية ولا حسب معها باقي المصلات قال كريكو ثيرويد لك هي تحرك الكارتر شخصيا وبقية تحرك كل لارنكس لو سألك على المصل لارنكس نقول لك بل في extrinsic muscle في extrinsic في مصل في نك اللي يحرك اللارنكس كله في كريكو ثيرويد أما extrinsic muscle اللي داخل extrinsic muscle هم في اللي موديفايد الانلت اللي نفسه يضيقه زي منه اوبليك ارايتينويد ماسل وترانسفيرس معها في اللي يوسع زي الثايرويد بروتيك ماسل اللي يحركوا ويشحطوا البوكال كورد فايف ماسل ذات موف ويغيروا في البوكال كورد منهم كريكو ثايرويد بينها كريكو يبقى تشحط ولا ترخي تشحط ملوطه تايتن ذا بوكال كورد ثاير ارايتينويد اللي هي البوكالز ولا شو تدير هذه ترخي ريلاكس في lateral كريكو شو يدير adduction posterior بيش تعمل abduction في transverse arytenoid شو نعمل برضو adduction يعتمد ميلي طبعا depends ميلي on the movement of the arytenoid cartridge which rotate يعني كل حركة الفوكال كورد الفوكال كورد هو مربوط بالفوكال كارتريج بالarytenoid ولا شوفوا معي كويس مش متلخبطوش الفوكال كورد هو مربوط هو الفوكال كورد مربوط في الخلف في منه الarytenoid بده مربوط في الكارتريج اسمه thyroid ولا وحركته كلها مالتيرويد ثابت شبه حركته كلها على مين؟ على حركة الأرايتونويد فبيحكي لك إن الأرايتونويد معظمها ذات الديبنس يعني على موفمنت الأرايتونويد كارتريج اللي يقدر يدير روتيت يقدر سلايد أب يركب فوق سلايد داون ينزل نقطة أون سيبيريور بورد بتاعت الكوي طبعا الريمجلوتيدس شنو الريمجلوتيدس المسافة ما بين الكلوز فوكال أوبن باي كونتراكشن أوف بوستيريور اللي تعمل أبدكشن which rotate the arytenoid cartridge and abduct the vocal cord and open the rhemoglotidus other muscles should do adduction the vocal cord يسكروا الرينا بيدير adduction يسكر الرينا بيعمل adduction يفتح ايش الرhemoglotidus ماشي الvoice يعني بيحكي لك كيف الصوت عرفت ماشي اختصار اعطيكم الصوت كيف يطلع يعني بالمنطق لو خدينا بالونة بعيد وخدنا بالونة والبالون هذه يجب أن نجيب منها صوت ننفذ البالونة قبل ننفذ البالونة ولما يطلع الصوت لما يطلع الهواء من البالونة ما نضيقه فيها ولا باش يدير صوت فكرة الصوت مش بعيد عنك احنا شو نديره ترى نعبه في صدرنا هواء بالإنسبريشن بعدين الهواء بيطلع من لنج في شنو إكسبريشن ولا لما يطلع الهواء يلقى الفوكال كورد في الطريق يوسع يقدر زي البالونة بالظبط لكن الصوت كله مش من الفوكال كورد الأصوات يطلعوا من اللبس زي حرف الباء
من اللبس، حرف الراء من الطنج مع البلد، حرف التاء الطنج مع السنون، حرف القاف يطلع من الحلق، حرف النون يطلع من قريب الخشم. فديما حروف بالقدام يطلع حروف، لكن الصوت فكرته ما عمر واحد يقدر يتكلم في الانسبيريشن. دي بيتكلم في ايش؟ الانسبيريشن. لما بجيت هو ما فيش ولا حرف يطلع اثناء الان. شو دير؟ تعب صدر هوا زي ما قلنا، لو تعب صدر هوا داخل وبدنا نتكلم بالاكسبريشن بس. وصلته؟ وتشوف هو شو كاتب عنا؟ قال لك الفويس برودكشن تاع ريزلت فروم انترميتنت ريليز اوف اكسبايرد ولا انسبايرد اكسبايرد لبعيد بوكل كورد، ويتش ليدز تو فايبريشن بوكل كورد. بيتش يعني صوت، يعني رنة الصوت يطلع من التغيرات في اللين اند تنشن بوكل كورد. كل ما تشحط البوكل كورد وترخيه يتغير البيتش اوف ذا فويس. كواليتي بتاع الصوت على ايش يعتمد؟ يعتمد على الحاجات اللي فوق منك. كواليتي يعتمد على الريزونانس اباف ذا لارنج زي الفارنكس والماوت والبارنيزال ساينس. يعني عارفين واحد من الصوت عادي لما البارنيزال ساينس تبدا من 50% لما يتغير الصوت معناته الكواليتي من فوق تتغير. سو المصدر في السوفت بارك والتانك والفلور بتاع الماوت والشيك واللبس والجوز كلهم يغيروا في الصوت. كواليتي ولا في البيتش بتاع الصوت؟ كواليتي. مين يغير بيتش؟ الفوكال كورد. مين ينتج الصوت اصلا؟ اكسبايرد ولا اكسبايرد اير؟ اكسبايرد اير مع الفوكال كورد. نفس الرابع على رأيك هذا مهم جدا، هو قلنا عليه فوكال كورد فوق منا ميكوزا انترنا تحت منا ريكارد المصر كلهم ريكارد إلا كريكو ثيرويد غداها اكسترنا فوق أبر ديب سبلاي تحت أبر ديب سبلاي الليفنون فلنش مش نكتب عليهم. قال كنير سبلاي سنسل فوق الفوكال كورد منو انترنا برانش من سبيريا برانش من بريغوس تحت ريكارد أمن موتر كل مصر سبلاي باي ريكارد إلا كيكوثيرا سبلايد باي اكسترنال برانش من السبيريور هو برانش من الفيغس اما بلاد سبلايد ابر هاف بتاع سبلايد باي سبيريور لارنجيال ارتري اللي هو برانش من السبيريور ثيرويد تحت منه سبلايد باي انفيريور لارنجيال ارتري برانش من انفيريور الليمف بتاعك كاتب ديب سبلايد احنا يعني قسمناه اوفر ولور الابلايد احنا اخذناه لما ينضرب الاكسترنال لارنجيال نيرف لما ينضرب الكرات لارنجيال نيرف في الكلينيكال نوت تلقاهم واضحه جدا تمام كي هيك نكونوا رجعنا مع بعضنا اللي عارف تمام.